hi there i and my buddy joe english are sending our regards today we continue our lecture uh, 123rd explaining uh, unit 8 uh, third year secondary english we talk we will talk about passive in the past perfect so let's share the screen and do that all right so uh, as we said we will talk about passive in the past perfect يعني هنتكلم عن المبني للمجهول في زمن الماضي التام التكوين بتاعه had زائد been زائد past participle طبعا الماضي التام had زائد past participle وبالتالي verb to be هو عامل مشترك في كل تكوين الباسف زائد past الباس participle يبقى هنقول had been plus the past participle مثال we had completed our task before the supervisor arrived احنا كملنا المهمه بتاعتنا قبل ما يصل المشرف هنا في الاكتيف احنا عايزين نوصل ان احنا اللي قمنا بهذه المهمه انما في حاله الباسيف اور تاسك هاد بين كومبليتد هنا التركيز ان التاسك نفسها او المهمه تم اكمالها مش مهم اللي اكملها مين لكن دايما في الباسيف التركيز في المعنى على اتمام البروسس او الاكشن اكتر من مين اللي قام بالبروسس او الاكشن طيب أمثلة بقى للمبني المعلوم في آه والمجهول في البا ال الباست بيرفكت علي هاد سنت ذا ايميل يبقى أنا عايزين نقول إن علي بعت الايميل طيب أنا عايز أقول بقى في الباسف ذا ايميل هاد بين سنت هنا المهم إن تم إرسال الايميل مش مهم من اللي أرسله مين طيب أنا عايز أعمل انتروجيتيف أو سؤال في المبني للمجهول في زمن الماضي التام الماضي التام في هاد في تكوينه أصلا يبقى هي دي اللي هستخدمها في عمل السؤال لإن هي مستخدمة كأوكسلياري فعل مساعد، يبقى أقول مثلاً had the email been sent uh, by yesterday طيب عايز أسأل WH questions زي when أو where أو غيره يبقى when had the email been emailed uh, when had the email been sent. طيب أنا عايز أجيب النفي طالما إن had مستخدمة كفعل مساعد يبقى بجيب أداة النفي not بعد الفعل المساعد had يبقى the email had not اللي هي hadn't been sent by yesterday. شوف كده many exercises على الجزئية ديت. أول واحد my friend took me in his car while طبعا while هي uh, uh, يعني أداة ربط دايما لما بستخدم uh, في الجملة التانية زمن الماضي أو المضارع أو غيره بجيب جملة while في نفس الزمن بس في الزمن المستمر. الجملة الأولى took me my friend took me في الماضي يبقى هجيب الماضي البسيط هجيب جملة while في الماضي المستمر طبعا باسف او اكتف حسب المعنى يبقى عايز اقول while mine while my car يبقى was being repaired صديقي خدني سيارته لما او اثناء ما كانت سيارته بتصلح يبقى while mine was being repaired B هي الاجابه الصحيحه هنا مش هستخدم الزمن الماضي التام هستخدم الماضي المستمر واخليه في زمن الباسف في حاله الباسف لان الجمله الاولى كانت في الماضي البسيط طب المثال الثاني او السؤال الثاني احمد was punished because uh, many mistakes هقول بقى ايه؟ had been made by him. ايه؟ اختار زمن الماضي التام هنا. ليه بقى؟ لان احنا قلنا لو في عندي حدثين في الماضي يبقى الحدث اللي حصل الاول نخليه في الماضي التام والحدث اللي جه بعد منه في الماضي البسيط. يبقى الجمله بيقول ان احمد تم عقابه ليه بقى؟ لانه قام بارتكاب اخطاء كثير. على سبيل المثال يبقى ارتكابه للاخطاء حصل الاول دي اللي هنخليها في الماضي التام وبعدين عقابه او معاقبته جت بعد بعد كده عشان كده هنخليها في الماضي البسيط. يبقى هنقول احمد was punished because many mistakes had been made by him. طبعا كون الجمله في الباسيف او الاكتف مش مشكله حسب المعنى يبقى جاب مستيكس الاول يبقى had been made by him يبقى ايه الاجابه؟ الصحيحه ودي زي ما انتم عارفين في زمن الماضي التام المستمر في عندي هذا اهي وفي عندي بين اللي هي فيرب تو بي وفي عندي التصريف الثالث من ميك اللي هي ميد يبقى ايه الاجابه الصحيحه؟ نشوف السؤال رقم ثلاثه the window painted when it fell over the boy يبقى the window was being painted كان يتم دهان الشباك لما وقع على الطفل when it fell over uh, the boy يبقى هنا برضو أقول it was being painted في الماضي المستمر عشان معنى الجملة أثناء دهان أو أثناء مكان الشباك بيدهن وقع على الطفل يبقى هنا سي الإجابة الصحيحة طيب رقم أربعة had many fish by 9 o'clock yesterday يبقى had many fish أقول إيه بقى؟ being caught had many fish being caught by 9 o'clock yesterday هل تم اصطياد؟ كثير من الاسماك بحلول الساعه التاسعة مساء يبقى هاد بين كوت تمام يبقى هاد جابها في الاول يبقى اجيب بين كوت عشان اكمل تركيبه الماضي التام وهو طبعا في الباسيف آه عشان المعنى بتاع الايه الجمله يبقى دي الاجابه الصحيحه طيب رقم خمسة where the bags when they were dropped يبقى where the bags where the bags being carried ولا carrying ولا carry ولا being carried when they were dropped يبقى where the bags where they اجيب بعدها ايه being carried where the bags being carried when they were dropped هل تم حمل الشنط okay when they were dropped لما تم اسقاطهم يبقى هنا هستخدم زمن الماضي التام المستمر الماضي المستمر وهتكون في شكل الباسب يبقى بي الإجابة الصحيحة where the bags being uh, carried where the bags being carried when they were dropped بي الإجابة الصحيحة طيب احنا بقى نعمل اكسرسايز شامل على الباسف بشكل عام ممكن يكون باسف في المضارع باسف في الماضي باسف في الماضي التام نشوف كل جمله ظروفها ايه ونحل مع بعض number one A lot of money on food medicine and education every year طالما every year يبقى دي حقيقة أو عادة يبقى نقول a lot of money is spent on food medicine and education every year. يتم إنفاق الكثير من الأنواع الأموال على الطعام وعلى العلاج أو الطب وعلى التعليم كل عام يبقى دي الإجابة الصحيحة طبعا في كثير من الدول بينفقوا كتير على التعليم والصحة وأيضا على الغذاء لأن ده الناس بتاكله على طول يبقى دي الإجابة الصحيحة طيب number two the children to the park today يبقى the children أقول إيه بقى طالما today يبقى are taken to the park today the children are taken يعني somebody will take them uh, to the park today يبقى أي uh, إيه الإجابة الصحيحة. طيب number three. Look at all the dust in here. It looks as if this room for a month. It looks as if this room يبقى, يبقى hasn't been cleaned for a month. يبدو أن الغرفة دي ما تنظفتش لمدة شهر. يبقى فور دايما بتيجي مع الازمنه التامه، يبقى اجيب مضارع تام وفي تركيبه الباسيف يبقى hasn't been cleaned، وطبعا منفيه عشان وجود الاتربه في الغرفه يدل على انها لم تنظف، يبقى hasn't been cleaned اللي هي سي. طيب نمبر 4، this picture in the 19th century. this picture مالها بقى؟ Uh, طبعا 19th century دي في الماضي يبقى was painted in the 19th century اوكي okay? ما ينفعش اقول had painted لان هي مش مبنيه للمجهول هنا يا جماعه البيكتشر مش هت مش هت مش هترسم نفسها يعني الصوره يتم رسمها يبقى was painted يبقى هنا الاجابه الصحيحه A إيه? was painted اللي هي مبني للمجهول في الماضي او زي ما بيقولوا past uh, simple passive يبقى ايه الاجابه الصحيحه طيب ننتقل للسؤال رقم خمسة The story by the boy when the light went out so he couldn't complete it يبقى the story was being read by the boy كان يتم قراءتها عن طريق الولد لكن لما الأضواء انقطعت أو النور انقطع يعني he could not complete it يبقى كان في اكشن شغال وبعدين وقف بانقطاع الكهرباء يبقى هنختار الماضي المستمر وطبعا في تركيبه الباسيف يبقى was being read يبقى B الاجابه الصحيحه the story was being read B be. طيب ننتقل للسؤال رقم ستة after the letter it was posted يعني بعد عايز اقول بعد ما تم كتابة الخطاب تم ارساله after the letter had been written it was posted طبعا احنا قلنا لو في حدثين في الماضي، الحدث الأولاني في الماضي التام واللي بعده في الماضي البسيط. was posted ديت في الماضي البسيط passive، يبقى خلي الأولانية في الماضي التام passive برضه. had been written يبقى دي الإجابة الصحيحة. ننتقل للسؤال رقم 7: this museum by over 1000 people every day. يبقى this museum uh, is visited by over 1000 people every day. every day تدل على المضارع عشان هي عادة أو حاجة بتتكرر كتير habit يبقى is visited by أوكي يبقى سي الإجابة الصحيحة مضارع ومبني للمجهول passive يعني طيب number 8 I can see dust coming out of the window are the when are the rooms being dusted <متنصف> أنا شايف غبار طالع من الشباك هل يتم تنظيف الغرف الآن يعني يبقى are the rooms being dusted؟ أي الإجابة الصحيحة يبقى ده زمن المضارع المستمر ونخليه في البسة يبقى إيه الإجابة الصحيحة. طيب number 9 new bridges in Cairo recently. recently من الحاجات اللي تدل على الأزمنة التامة زي مثلاً المضارع التام يبقى have been built آه، آه، تم بناء آه، جسور أو كباري جديدة في القاهرة حديثا يبقى هاب بين built الإجابة الصحيحة مضارع تام ونخليها في الباسم يبقى إذا إيه هي الإجابة الصحيحة طيب نمبر 10 Yesterday evening the TV program by nearly a million people يبقى yesterday the TV program was being watched by nearly a million people يبقى هنا نخليه في الماضي المستمر عشان البرنامج كان يتم مشاهدته عن طريق مليون شخص يبقى was being watched ديت تركيبة الماضي المستمر ونخليها في الباسف اللي هي بي طيب السؤال رقم 11 I sense the last time I was ill يبقى sense معروف اللي بيجي قبلها زمن تام وبعدها ماضي بسيط يبقى I haven't visited I haven't been visited لم يتم زيارتي منذ آخر مرة كنت مريض، يبقى I haven't been visited since the last time I was ill، يبقى بي الإجابة الصحيحة، هنا مضارع تام، وفي تركيبة الباسب haven't been visited. طيب السؤال رقم 12: the hotel before the bridge was built، يبقى قبل بناء الإيه؟ الجسر أو قبل بناء الكوبري، يبقى the hotel إيه بقى؟ the hotel had been opened تم افتتاح الفندق قبل بناء الكوبري، يبقى the hotel had been opened before the bridge was built. احنا لسه قايلين من شويه لو في حدثين في الماضي، الحدث الاول يكون في الماضي التام والثاني في الماضي البسيط، بغض النظر هم في الاكتف او في البسيط، يبقى الاجابه هنا had been opened اللي هي دي. طيب السؤال رقم 13: in Japan buildings to uh, uh, withstand earthquakes. يبقى في اليابان المباني ايه بقى؟ يبقى المباني had been constructed تم بناؤها to withstand earthquakes لتتحمل الزلازل، عشان هي اليابان وقع في منطقة أو حزام الزلازل، يبقى had been constructed تم بناؤها، تبقى في الماضي عشان ده تركيبة past perfect passive، يبقى دي. طيب السؤال رقم 14 many new ways of saving energy طرق جديده ل يعني لتخزين او ل saving اللي هي توفير يعني لتوفير سوري لتوفير الطاقه مالها بقى by scientists nowadays يبقى are being developed يعني يتم تطوير طرق ل saving الانرجي اللي هي اللي احنا بنعمل حفاظ على energy او توفير energy عبر العلماء او عن طريق العلماء هذه الايام يبقى are being developed بالاجابه الصحيحه يبقى هي زمن المضارع المستمر بس مبني في البسم طيب السؤال رقم 15 many trees by the gardener since he was employed يبقى many trees مالها have been planted تم زراعتها Uh, عن طريق الجنايني since he was employed منذ ان تم توظيفه يبقى ايه؟ have been planted ديت زمن المضارع التام في uh, الباسف. شوف كده الجمله رقم 16 uh, when we arrived at the theater we to our seats immediately يبقى we were taken لما وصلنا المسرح we were taken to our seats تم اخذنا إلى مقاعدنا فورا يبقى we're taken هي الإجابة الصحيحة اللي هي دي ديت ماضي في الباسيف past passive طيب رقم 17 the TV so I turned it off يبقى the TV إيه ماله wasn't being watched ما كانش فيه حد بيتفرج عليه so I turned it off يبقى هنا سي الإجابة الصحيحة ده زمن الماضي المستمر في الباسيف wasn't being watched طيب السؤال 18 why before selling the house؟ why before selling the house يبقى why I hadn't been told ولا I wasn't told why hadn't I been told before selling the house يبقى دي في زمن الماضي التام بس مبنيه في الباسل تمام لماذا لم يتم إخباري قبل بيع البيت يبقى why hadn't I been told الإجابة الصحيحة اللي هي دي طيب رقم 19 most children are strongly by their parents most children are strongly influenced by their parents ودي حقيقة إن دايما الأطفال بيتأثروا بوالديهم يبقى influenced أوكي okay. طيب number 20 ده آخر سؤال هنعمله مع بعض النهاردة don't touch that electric stove while it uh, يعني لا تلمس هذا ال الستوف الكهربائي او الفرن الكهربائي while it is being repaired اثناء تصليحه يبقى don't touch تعامل معامله المضارع يبقى هنا الجمله الثانيه في المضارع المستمر ونبقى مبنيه للمجهول او passive عشان طبعا while احنا عرفنا عارفنا الجمله الثانيه لو كانت مضارع يبقى نخلي جمله while مضارع مستمر وديت هتبقى مبنيه في الباسيف يبقى is being repaired سي الاجابه الصحيحه زي ما شفنا يا جماعة موضوع الباسف سهل جدا بس عايزين تركيز واحنا بنحل الأسئلة فتابعونا وإن شاء الله نكمل حل اختبارات وشرح قواعد و في الفيديوهات القادمة thank you and I wish you all the best